السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي الجديد 24 مرة أخرى في لقاء خاص الذي خصصناه للإجابة عن الأسئلة التي تهم الصائمين. وللإشارة، فإن هذه الأسئلة يتكرر طرحها من قبل الصائمين على القيمين الدينيين في كل عام، فهي ليست نوازل تحتاج لفتوى أو لإعمال فكر وجهد. يجيب عن هذه الأسئلة فضيلة الأستاذ حسن العباري، وهو مدرس للقرآن الكريم وبعض المتون الفقهية المتعلقة بالمذهب المالكي. مرحبا بكم سي حسن. مرحبا. نبدأ بالسؤال الأول، ما حكم من أفطر ناسيا أو من أفطر خطأ؟ وقبل ذلك، هل وضحتم لنا الفرق بين الخطأ والنسيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، حياكم الله جميعا، وأسأل الله العلي القدير أن يهل هذا الشهر الكريم على صاحب الجلالة والشعب المغربي والأمة الإسلامية باليمن والبركات والمزيد من المسرات، وأن يتقبل منا ومنكم سائر العبادات، كما أسأله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، إنه ولي التوفيق. أتقدم بالشكر الجزيل لموقع الجديدة 24، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهذا الموقع القبول، وأن يجعل أعمال القائمين والصاهرين على هذا الموقع خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. تحية طيبة لأبناء دكالة بالخصوص، ولأبناء المغرب وللمسلمين بالعموم. يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالله سبحانه وتعالى تجاوز عن عباده الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن من نسي فأكل أو شرب فإنه يمسك عن ذلك ويتمم صومه، ولا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان سهيا فلا قضاء ولا كفارة عليه. وقال في حديث آخر: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فإنما أطعمه الله وسقه. ولكن في المذهب المالكي يقضي، المذهب المالكي يلزمه القضاء، فقد قال سحنون أن ربيعة قال في من أكل وشرب ناسيا في رمضان أنه يقضي يوما مكانه، لأنهم يقولون بأن الذي أكل وشرب ولو أكل وشرب نسيانا فقد ترك ركنا. إذن الخلاصة، المذهب المالكي يقول بالقضاء. الفرق بين الخطأ والنسيان نوضحه بالصورة. صورة ذلك: رجل دخل لمنزله فوجد طبق فواكه فتناول برتقالة أو غير ذلك نسيانا، هذا يمسك ويتمم صومه، هذا هو النسيان. وصورة الخطأ: رجل سامع صوتا فظن أنه المؤذن فشرب، هذا خطأ وهذا وقع. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم ذي غيم أكل وشرب، أفطار، يعني ربما قال بأن هذا هو المساء وظن بأن الشمس قد غربت، فجاءه رجل فقال له: إن الشمس لم تغرب بعد. فقال: هذا خطب يسير وقد اجتهدنا. قال الإمام مالك: يريد بالخطب القضاء. إذن نستفيد من هنا بأن من أكل أو شرب خطأ أو نسيانا يلزمه القضاء في المذهب المالكي. بارك الله فيكم. مع السؤال الثاني، ما حكم صيام شخص يتناول السحور والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر؟ أولا، السحور
فيه بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. بالنسبة لأكل السحور مع شروع المؤذن في الأذان فهذا مما يخالف الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل غاية الأكل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وجب هنا الإمساك عن الأكل والشرب. هذا الذي يأكل مع المؤذن إذا تيقن وعلم بطلوع الفجر واستمر على أكله وشربه لزمه القضاء والكفارة، أما إذا شك فقد آثم وارتكب محرما. إذن عليه بمجرد أن يرفع المؤذن الآذان أن يمسك عن المفطرات، فإذا ثبت ووجد شيء في فيه فإنه يطرحه. قال صاحب نظم الكفاف: ونزع ما بفرجه أو فيه، ونزع ما بفرجه أو فيه وقت طلوع فجره يكفيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليلين فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه يؤذن حتى يطلع الفجر، أو فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. إذن وجب علينا الإمساك حين سماع المؤذن الذي يؤذن حين طلوع الفجر. والذين يأكلون ويشربون يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته. قال أهل العلم بأن هذا الحديث يحمل على الآذان الأول لا على الآذان الثاني، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. مع السؤال الثالث يتعلق بفقه المرأة: ماذا يجب على المرأة الحائض التي طهرت قبل الفجر؟ ثم يعني ماذا لو لم تغتسل؟ وهل الطهارة شرط في صحة الصيام؟ بالنسبة للمرأة تتطهر قبل طلوع الفجر، تغتسل لأجل أن تصلي الفجر، فالاغتسال شرط في الصلاة لا شرط في الصيام. أما إذا أصبحت ولم تغتسل فصيامها صحيح قياسا على الجنوب، الجنوب كذلك إذا أصبح ولم يغتسل فصيامه صحيح ويغتفر له ذلك. قال ابن عاشر: إصباح جنابتين كذاك. إذن هذه المرأة تغتسل لأجل الصلاة لا لأجل الصيام. وأريد أن أنبه على مسألة، وهي المرأة تستيقظ بعد طلوع الفجر، تستيقظ في الضحى فتشك بأنها تطهرت قبل طلوع الفجر، تطهرت قبل طلوع الفجر، فهنا يلزمها أن تمسك عن المفطرات، أن تتمم صومها ثم تقضي ذلك اليوم. قال صاحب الكفاف: من شكت أن طهرها الفجر سابق تمسك وتقضي الصوم حتما للفلق. نعم نعم. دائما مع فقه المرأة ومع السؤال الرابع: ماذا يجب على الحامل والمرضع اللتين لا تطيقان الصوم إن أفطرتا، سواء أفطرتا يعني بسبب خوفهما على نفسهما أو بسبب خوفهما على ولديهما؟ الدين يسر وليس بعسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما من الهلاك من المرض من الضرر فلا شك ولا حرج أنهما يقضيان ولا شيء عليهما. إذن هذا لا إشكال فيه، هذا انتهينا منه، إذن تقضي ولا شيء عليها بالنسبة للحامل وبالنسبة للمرضع. ولكن يبقى الإشكال والتفصيل فيما إذا أفطرتا لأجل الخوف على جنينها بالنسبة للحامل ولأجل الخوف عن رضيعها بالنسبة للمرضع. هنا قال المالكية: الحامل التي تخاف على جنينها تفطر وتقضي ذلك اليوم، أما المرضع فإنها تفطر وتقضي ونزيد عليها الفدية، يعني عليها أن
تفدية عليها الفدية. لماذا؟ لأنه بإمكانها أن تشتري حليبا لابنها أو أن تستأجر امرأة قوية تطيق إرضاع ابنها. هذا ما قاله المالكية والله أعلم. وننتقل إلى السؤال الخامس، هل تفطر أدوية العين والأذن والأنف، وأيضا هل تفطر الحقن؟ هذه الأدوية من الأفضل إذا كان بالإمكان أن يتجنبها الصائم، أما إذا لم يمكن له ذلك بأن نصحه الطبيب باستعمالها في النهار وأكد عليه ذلك وخاف على نفسه زيادة المرض، فهنا ضرورة يستعملها ولا حرج، ولكن يجب عليه أن يحترز من إيصال شيء للمعدة. لماذا؟ لأنه إذا ثبت وحصل ووقع شيء من هذه الأدوية في المعدة ووصل إلى المعدة، هنا وجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. إذن يجب عليه ألا يبالغ. قال ابن عاشير: ومع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف قد وارد. وكذلك قال الإمام مالك رحمه الله: في من وصل إليه إلى معدته شيء من الأدوية فإنه يقضي. أما بالنسبة للحقن، تقصد الإبرة، إذا كانت هذه الإبرة تحتوي على شيء مغذي، إذا كانت مغذية فإنها تفطر، وإذا كانت غير مغذية وآمن الذي يستعملها من إيصال شيء إلى المائدة فلا حرج ولا شيء في ذلك والله أعلم. بارك الله فيكم. هل يفطر غبار الطريق وغبار بعض المهن مثلا كالنجارة؟ هذه الأشياء يعفى فيها ويغتفر فيها، وذلك كغبار الطحين أو غبار الطريق أو غبار النجارة أو شم العطر أو غير ذلك، فهذه المسائل لا تفطر. وقد قال صاحب الكفاف: ولا يضر شم عطر أو سواه، على الأصح ما الطرابلس رواه، واغتفر لصانع غباره وقاتر الطريق للسيارة. وقال ابن عاشير: وكره ذوقك قدر وهذر، غالب قيئين ذباب مغتفر، غبار صانعين وطرق وسواك، يابسين يصبح جنبات كذاك. إذن يغتفر في الغبار ويغتفر كذلك في السواك بشرط أن يكون يابس لا يتحلل. نعم. السؤال الآخر يقول: هل يفطر تقليم الأظافر؟ يعني هذه بعض الجزئيات. نعم، بعض الجزئيات هذه المسائل يسأل عنها الصائمون. نعم، تقليم الأظافر، خروج الدم مثلا من الصائم كالرعاف مثلا. نعم، أو القاعدة تقول الأشياء التي تفطر هي الأشياء التي تدخل، هي الأشياء التي تصل إلى المعدة. إذن تقليم الأظافر لا يضر ولا يؤثر في الصيام، وكذلك الرعاف لا يضر ولا يؤثر في الصيام لأنه دم يخرج. ولكن إذا أدى هذا الرعاف إلى مرض أو إلى ضعف شديد يلزم معه الإفطار، فإن هذا الذي خرج منه الرعاف يصبح في حكم المريض ويفطر، وبعد رمضان يقضي ذلك اليوم إذا وجد ما يقتضي الإفطار، إذا وجد التهلكة والضرر الذي يبيح الإفطار. نعم. السؤال الثامن يقول: هل أو متى يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان؟ يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمسافر تجتمع له مشقتان: مشقة السفر ومشقة الصيام، والله سبحانه وتعالى أعطاه رخصة الإفطار، ولكن بشروط نذكر من هذه الشروط: أن تكون المسافة هي مسافة قصر، يعني المسافة التي تقصر فيها الصلاة. قال ابن عاشير: وقصر من سفر أربع برد، وجملة هذه البرد 80
كيلومتر فما فوق، فإذا كانت المسافة أقل من ذلك فإنه لا يباح له الإفطار، لا يباح له الإفطار. الشرط الثاني أن لا يكون هذا السفر سفارة معصية عند بعض الفقهاء، أن لا يكون سفارة معصية كمن سافر لأجل الزنا أو لأجل سرقة أو لأجل أكل أموال الناس أو غير ذلك. الشرط الثالث ألا يكون هذا المسافر سافر لأجل الإفطار، سافر لأجل الإفطار يعني التحايل. التحايل. نذكر أن أحد الأعراب قيل له إن رمضان دخل، قال والله لا أبدأ أنه بالأسفار، وقال صاحب الكفة في هذا المعنى وحضار الفطر على من سافر لأجله واللخم كرهه يرى، ولا يبيح الفطر والقصر سافر حرمون. نعم سي حسن، ذكرتم شروط السفر ولم تذكروا يعني تبية النية، فهل هي أيضا من شروط السفر؟ تبية النية هي فرض في الصيام مطلق، والمسافر يبيت النية بالليل كصائم يبيت النية بالليل، نية الصيام أو نية الإفطار في جزئين من الليل بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. صورة ذلك مثلا أنا أردت أن أسافر إلى مدينة أكادير من الجديدة، عندما أتجاوز منازل الإقامة منازل مدينة الجديدة حينها أنوي نية الإفطار أو نية الصيام، فإذا نويت نية الصيام وكان الضحى وأفطرت وجب هنا القضاء والكفارة لكوني قد أتيحت لي فرصة الاختيار وأنا اخترت الصوم بنفسي، إذن الكفارة والقضاء في هذه الحالة. إذن تبيت النية يكون بالليل بعد مجاوزة منازل الإقامة ينوي الإفطار أو الصيام. نعم. السؤال الآخر، ما حكم شخص لم ينوي الصيام في اليوم الأول من رمضان إلا بعد طلوع الفجر، يعني أنه لم يبيت النية، لماذا؟ لأنه لم يعلم بحلول شهر رمضان ولم يتناول، مع العلم أنه لم يتناول شيئا من المفطرات، فهل يجوز له إتمام الصيام أم ماذا يجب عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الخمسة عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وقال في حديث آخر من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. إذن تبييت النية فرض في الصيام، قال ابن عشير فرض الصيام نيات بليله، إذن هذا الصائم وجب عليه حينما علم بأن ذلك اليوم الذي أكل وشرب فيه أنه هو يوم رمضان بالضبط، وجب عليه أن يمسك عن المفطرات وأن يتمم يومه، وبعد خروج رمضان يقضي ذلك اليوم، ويقضي ذلك اليوم ولو أنه لم يأكل ولم يشرب، لم يأكل ولم يشرب ولكنه نوى الإفطار. لماذا؟ لأنه يجهل بأن ذلك اليوم هو يوم رمضان. بارك الله فيكم. السؤال الأخير يقول ماذا يجب على من أفطر عمدا؟ من أفطر عمدا في المذهب المالكي تجب عليه الكفارة ويجب عليه القضاء، ويعني المسائل التي تجب الكفارة هي خمسة، أولا الجماع وهذا بالإجماع، ثانيا الماني لأنه قد يحصل الجماع بدون ماني وقد يحصل الماني بدون جماع، ثالثا تعمد الأكل والشرب عن طريق الفم، وكذلك رفض النية بلا تأول قريب، والكفارة هي عبارة عن عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينة أو صوم شهرين متتابعين. قال ابن عشير وفضلوا إطعام 60 فقير، وفضلوا إطعام 60 فقير، ولكن قال الفقهاء ينظر في حال الذي تعمد الأكل أو الشرب أو الجماع، فإذا كان غنيا يعني يلزم بالصيام شهرين متتابعين، وإذا كان فقيرا يلزم بإطعام 60 مسكينة. والأصل في ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال وما لك؟ قال أفطرت في رمضان، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، قال هل تجد رقبة تحتقها؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي بعرق بمكتل فيه تمر، فقال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. قال وهل على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيتي أفقر من أهل بيتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضحك حتى بدت أنيابه، أطعمه أهلك. إذن هذا هو الدليل على الكفارة في الجماع، ويقاس عليها الأكل والشرب لانتهاك الحرمة بشرط العمد، وكذلك عدم الإكراه، وكذلك العلم بالحرمة. بارك الله فيكم سي حسن. بارك الله فيك، يسر الله أمرك، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يسدد خطاكم، وأن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، كما نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وأن يدخل هذا الشهر الفضيلة علينا باليمن والبركات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.